خير وجولة جديدة من جولات 10 الصبح في الأهلي. النهاردة أنا متواجدة مع حضراتكم عشان ننقل الصورة حية بقى لمنتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة. هما كانوا منورينا قبل كده في استوديو 10 الصبح في الأهلي، لكن كنت وعدتهم إن احنا هنيجي ونصور وننقل الصورة حية من على أرض الواقع، وحضراتكم تشوفوا قد إيه المنتخب ده بيشتغل ومين اللي أسسه أصلا والناس دي حلمها إيه وإزاي بيقدروا إن هما بجد يتحدوا كل الصعاب اللي هما بيمروا بيها. حاجة بجد محترمة جدا، زي ما كنت بقول لحضراتكم هنفضل نقول احنا بجد بنتعلم منهم. تعالوا معانا عشان نبدا اولى جولاتنا ولقاءاتنا المختلفه ونتعلم منهم ونشوف الناس دي وصلت المكان اللي هم فيها ازاي. يلا بينا. كابتن سيف صباح الفل وسعداء ان احنا معاكم، وبجد زي ما كنت بقول في المقدمه بتاعتي عمل محترم جدا، بنتعلم بجد الاصرار، بنتعلم يعني ايه مفيش حاجه اسمها مستحيل، بنتعلم ان احنا لما بيبقى عندنا هدف وبنشتغل عليه بنوصل له. ده اللي انتوا خليتونا نتعلمه بجد. صباح الفل. صباح الفل. اولا احنا سعيدين جدا، طبعا مش جديد علينا، بيتنا الكبير كده النادي الاهلي، وجوده والفولو بتاعه معانا على طول. احنا بنقول احنا مبسوطين جدا بوجود حضراتكم، ومبسوطين من اول ما جيتوا وانتوا روحكم في وسطينا، حاسين في اكتف كده النهارده في التمرينه. احنا بنعملش عمل جديد، احنا زي ما قلنا قبل كده احنا كلنا رسائل لبعض، هو جاست ان احنا بنكمل بعض بس مش اكتر. طول ما عمري بقول يعني في اختلافنا قوه، احنا حلمنا حلم من 7 سنين او من 8 سنين، واحنا النهارده شغالين عليها والحمد لله شغالين على قدم وساق. حلمنا حلم ان احنا نروح امم افريقيا وكلنا نلعب مع جنب بعض ونمثل بلدنا ونمثل بعض ونقف قدام اسياد القاره زي ما بيقولوا في لعبتنا، والحمد لله قدرنا ان احنا نوثق وجود بلدنا الكبيره مصر في اللعبه. فالحمد لله انا بشكركم طبعا، وانتم منورينا النهارده، مش جديد على حضرتك. ده دورنا ولازم ان احنا نيجي ونوري الناس قد ايه عندنا يعني لعيبه مش بس يمكن بتواجه صعاب على المستوى البدني، لكن ما فيش حاجه بتوقفها، ومش بس ان هي بتلعب بشكل يعني كهواه، لا ده شكل احترافي. انت بتتكلم عن منتخب متكون بيمثل مصر وبيحصل كمان باذن الله على بطولات وحاجه محترمه جدا. عددكم قد ايه دلوقتي يا كابتن سيف؟ احنا وصلنا ل 143 واحد. احنا اول، انا لسه يعني حضرتك النهارده فكرتيني باول يوم اشتغلنا فيه. اول يوم اشتغلنا فيه اشتغلنا على انفيتيشن على فيسبوك، وكنا 9، كنا كلنا سبحان الله فينا نفس لمعه العين. يعني انتوا اللي جمعتوا بعض اصلا؟ ايوه، يعني البدايه كانت عند كابتن محمود عبده، وهو قرر ان هو يحترف وخد تجربه الاحتراف. فالنهارده استرجعت كده من 6 سنين، اول ما ابتدينا مع بعض كنا 9 لعيبه. سبحان الله، احنا زي ما كنا، انا بقول كده دايما، احنا كل واحد فينا كان عايش في كوكب تاني. لما لقينا بعض كان عندنا كلنا ثقه في بعض، ابتدينا نشتغل. النهارده وصلنا ل 143 واحد، و 143 واحد ده على مستوى الجمهوريه، عندنا من جميع المحافظات النهارده بيجي لنا التمرين، من الشرقيه، من اسكندريه، وشايفه اعمار كمان مختلفه، يعني عندك كل الاعمار تقريبا. المنتخب الميزه اللي فيه كمان كل الاعمار، ولسه هنتكلم على الشق الاخر اللي هو النسائي، لان انا شفت كمان وتعرفت على اللعيبه اللي عندك طبعا كره القدم النسائيه للقدم الواحده، وحاجه يعني بجد محترمه بجد جدا. ميرسي جدا. ما هو احنا طول عمرنا بنقول ان المصري، يعني مش هنقول بيحب ينجح قوي، وبينجح في ظل الظروف الصعبه قوي. فانا طول عمري بقول انا ما بحبش انجح الا في ظروف معينه، يعني لو نجحت والدنيا جميله والدنيا كل حاجه متيسره لي، يبقى ايه فايده النجاح؟ بص، اللي احنا بنشوفه قدام حضراتكم ده ممكن نلخصه في حاجه اسمها الامل والاراده. اللي احنا شايفينه ده يلخص في الامل والاراده، وزي ما كنت بقول في الانترو بتاعي وزي ما بقول في البرنامج وزي ما هنفضل كلنا نقول، الاعاقه ليست في الجسد، الاعاقه في الفكر، ان انا اؤمن ان انا لا استطيع ان انا انجح. فاللي احنا شايفينه عكس تماما ده. فربنا يوفقكم، سعيده جدا بهذا اللقاء كابتن سيف، واحنا هنتابع معاكم مش هنسيبكم عامه، انت عارف. نشكرك جدا، مبسوطين جدا بحضرتك وبوجودك، حضرتك بيسعدنا جدا. وهاخد كلمه بقى زي ما في اخر لقاء معانا، احنا ممكن نحول الاعاقه لطاقه. طبعا، فهو ده اللي احنا بنحاوله، هنحول الاعاقه لطاقه. حلو، ده هنختم بده. شكرا كابتن سيف. We'll be right back.
كرة القدم للساق الواحدة مش بس للرجال، لا دي كمان للسيدات، ويمكن لسه الموضوع في بدايته، لكن إن شاء الله يقدروا إن هم يكونوا فريق وفرق وبعد كده منتخب. خلينا نعرف أكتر من كابتن مريم. يا كابتن مريم صباح الفل. صباح الفل. خليني بقى أعرف يعني في البداية كده، قبل بقى ما نتكلم عن الفريق وإنتوا دلوقتي في مرحلة التكوين، إيه سر حبك في كرة القدم أصلا؟ والحقيقه ان انا يعني الرياضه كانت بعيده قوي عليا، يعني انا ما كنتش مهتمه قوي بالكره القدم عامه، بس حسيت ان دي حاجه بالنسبه لي صعبه، يعني بالنسبه لي انا كمريم سباحه ما جربتها ما حسيتهاش صعبه قوي، يعني جربت كذا رياضه تانية ما حسيتش ان هم صعبين، بس كانت دي بالنسبه لي التحدي، وانا من وانا صغيره بحب الحاجه اللي هي الصعبه يعني. بس ما بتحبيش اصلا كره القدم يعني، ولا انت حبيتيها عشان التحدي؟ ما كانش ليا اهتمام قوي، بس حبيتها علشان التحدي. حلو جدا. طيب حصل بقى ودخلتي دلوقتي لكرة القدم او مجال كرة القدم وعالم كرة القدم، وبنتكلم عن كرة القدم للساق الواحدة، انت مش في تحدي عادي، انت طبعا في تحدي اكبر، انتوا دلوقتي في مرحلة التكوين عايزين تكونوا فرق، قولوا لي الاقبال او قولي لي الاقبال دلوقتي ايه، قادرين تلاقوا بنات كمان يشاركوا ولا لا؟ حلمك اصلا ان انتوا يبقى عندكم كمان توصلوا يبقى في منتخب؟ اه طبعا، يعني احنا فعلا ده اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي الفترة دي، بنحاول ان احنا نعمل حملات علشان نجمع اكبر قدر من البنات. بنحاول دلوقتي ننزل بوستس وننزل حاجات بحيث ان يكون في بنات كتير تشارك معانا، حتى لو مش هيكملوا بس يكونوا خدوا الخطوه دي، ودي خطوه طبعا هي مهمه جدا بصراحه. وغير كده كمان للبدني، يعني هم ناس كتير لسه ما تخطتش مرحله ان هم يتعاملوا بالعكاز عادي، لسه ما تخطوش ان هم يطلعوا من صدمه مثلا لو كان شخص طبيعي وبعد كده حصل له بتر، لسه في حاجات كتير قوي الواحد ما تخطهاش، فدي بالنسبه لهم اصلا مرحله لوحدها، يعني فكره ان انت تشاركي دي مرحله في حياتك اصلا لوحدها، دي خطوه. ربنا يوفقك يا مريم، نتمنى لك كل خير، وان شاء الله تمثلي مصر وترفعي اسم مصر، احنا كلنا اكيد هنفرح بيك، وشكرا ليكي. من اللقاءات الجميلة معانا دلوقتي ندى، وهي بتلعب في فريق كرة القدم للساق الواحدة النسائي، وخلينا نتعرف عليها أكتر ونعرف بقى تفاصيل. يا ندى صباح الفل في البداية. صباح النور. ندى شفتك وانت بتلعبي حاجة جميلة ومحترمة، وما يبانش ان انت يعني لسه جديدة وان الفريق لسه جديد، طبعا انتوا عددكم تقريبا 5 أو 6، بتسعوا دلوقتي ان يبقى في زيادة، صح كده؟ صح طبعا، يعني احنا لسه بادئين وبقينا 5 أو 6، وان شاء الله هنكمل العدد قريب جدا وبالتوفيق. حلوه قوي. ندى خلينا بقى نعرف اكتر وتحكي لنا، انت اصلا حبيتي كره القدم ولا الموضوع جه معاكي صدفه ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ هو الموضوع جه معايا صدفه، اللي انا بعد الحادثه كنت تعبانه قوي وكنت نفسيتي متدمره. دي حادثه اللي هي كانت ادت السبب، اه يعني دي كانت ايه ملابساتها؟ كنت مسافره قبل عيد ميلادي بيومين عشان اقضي عيد ميلادي، فوقعت تحت القطر، فالقطر شال رجلي. لا ألف سلامة عليك. ده كان عندك كام سنة؟ كان عيد ميلادي 16، كنت خلاص فاضلي يومين هكمل 16 سنة. طبعا وقتها انت كنت نفسيا زي ما بتحكي متدمرة. كنت متدمرة خالص، كنت يعني رافضة الحياة كلها، وكان لسه صغيرة، كنت ما بطلعش بره الأوضة ورافضة كل حاجة. فجت بقى معايا البداية اللي هو شفت الكابتن محمود صورته ودخلت كلمته وقلت له هو ازاي بتلعبوا وكده، انا عندي حصل لي 1 2 3، فهمت على حواري، راح قال لي لا ما في بنات كتيره زيك وبيلعبوا حلو، اعطاني الامل بقى ان انا ايه، لا انا هخش هلعب كوره. بدات بقى اتفرج على الماتشات واشوف كل حاجه تبع الماتش. بصي بقى ندى، يعني انا عايزاكي تقولي رساله انت منك للناس دلوقتي، للناس اللي هي عندها فقدان للاراده للشغف زي ما بتأكد للحياه، الفتره اللي انت مريتي بيها منك انت ازاي تقولي لهم، او ايه النصيحه اللي تقوليها لهم؟ هقول لكم ما تطوعوش اللي جواكم، لا نفسيتكم متدمره، اه وانا عارفه اللي حصل لكم واللي انتوا هتحسوا بيه، بس لا ما توقفوش على كده، عيشوا حياتكم، هتلاقي ناس من اهلكم بتحبكم، زمان كان في اهلي من بيحبوني وقفوا جنبي، وقفوا اللي انا قدرت اقف في المسافه ديت وطلعت من كل اللي انا فيه. وبجد ما تسمعوش لراي الناس، الناس اللي هم بيتكلموا وبيتريقوا، لا ما تسمعوش لاي حد، اسمعوا لقلبكم قبل ما اي حاجه.
خليني بقى يعني ارحب بشكل مختلف لان ضيفنا دلوقتي وهذا اللقاء مع كابتن محمود. وكابتن محمود ليه كذا تايتل بقى. كابتن محمود طبعا كان منورنا قبل كده في الاستوديو في 10 الصبح في الاهلي، بس احنا وقتها وعدناه وهو لو يقول لنا لو فاكر يعني، قلت له انا هاجي وهصور معاكم وننقل لحضراتكم صوره حيه من قلب الملعب ونشوف شغل الناس دي على الارض عامل ازاي. كابتن محمود منورنا دلوقتي، هو مؤسس يعني كره القدم للساق الواحده في مصر، وكمان كابتن منتخب مصر، وايضا محترف في تركيا. انا مش عارفه تايتل هنقول ايه ولا ايه يا كابتن محمود. استاذ نهوان، ده اهلا بحضرتك واهلا بالساده مشاهدين برنامج 10 الصبح. وبالفعل حضرتك كنت وعدتينا في اللقاء مع حضرتك ومع استاذ كريم ان حضرتك هتيجي تنورينا وتصوري معانا لقاء و10 الصبح. وقد كان. طبعا 10 الصبح منور تمرين منتخب مصر كره القدم للساق الواحده، منورينا والله. انا فرحانه بيك جدا وهفضل اقولها لك كل مره هقابلك، لان اللي انت عملته ده مش فكر بس كونت فريق، لا انت اديت امل لناس كتير. ويمكن من اللقاءات اللي انا اجريتها دلوقتي مع ندى وهي بتقول لي ان وقت عمليتها هي كانت فاقده للامل في الحياه اصلا، وفكره ان تشترك ويبقى في فريق بيمثلها وان هي تشغل وقتها وتحس انها بتعمل حاجه مفيده، انت عدت لها الحياه مره تانية. ده مثال غير طبعا الامثله الاخرى. فلا محمود بجد برافو عليك يعني. ربنا يخليك يا استاذه. هو ده اللي احنا شغالين عليه، ان الرياضه هي نكسر بيها حاجز الاعاقه، ان الاعاقه بالنسبه لي تبقى حافز ودافع ان انا انجح وابقى شخص ناجح في المجتمع وابقى بطل رياضي وابقى اشرف نفسي واشرف اهلي واشرف صحابي. هو ده اللي بنتكلم عليه. الرياضه ليها اسس كتير، ليها توابع كتير، هي اللي تقدر يعني تكسر حاجز الاعاقه زي ما قلنا. واحنا من خلال برنامج 10 الصبح حابين نشكر معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي على اهتمامه برياضة كرة القدم للساق الواحدة في مصر، يعني اهتمام ملحوظ جدا. وكمان حابب أشكر مجلس اللجنة البرلمانية دكتور حسام الدين مصطفى والدكتور أشرف العجيلي وكابتن عماد رمضان مقدم لنا دعم كبير. وان شاء الله بنشتغل الفتره اللي جايه ان احنا يبقى عندنا نادي واثنين وثلاثه ويبقى عندنا دوري محلي. هو ده الحلم اللي احنا بناه. بنجهز كمان لبطوله امم الافريقيه 2023، وان شاء الله مقدمين ملف لوزاره الشباب والرياضه ان احنا نستضيفها هنا كمان في مصر، يبقى حدث رياضي كبير ان شاء الله. حلوه قوي. وفكره ان انت كمان تتكلم يبقى عندنا دوري، ده معناه ان احنا عندنا حلم ان يتعمم في كل الانديه بقى في مصر، يعني الرياضه دي تدخل كل الانديه في مصر. طبعا انا حلم حياتي ان انا ابقى كابتن للنادي الاهلي، ومش هلعب في مصر غير للنادي الاهلي يا استاذه نهوان. ده تصريح حصري لحضرتك. انا بلعب في تركيا في بلديه ازمير، بقالي 4 سنين خدت 3 بطولات الحمد لله، وجددت الموسم اخر 2023 مع فريق بلديه ازمير، ومش هلعب في مصر الا للنادي الاهلي ان شاء الله. انا راجل اهلاوي وحلم حياتي ان انا العب في الاهلي وابقى كابتن للنادي الاهلي. الرياضة في الأول وفي الآخر ده لازم تبقى عندنا فيها روح رياضية، ما فيش أي حاجة أبدا، ده الأساس. أنا بشكرك على مجهودك يا محمود، بشكرك على مجهودك بجد اللي أنت بتقدمه للشباب دول وبعد كده لمصر، حاجة محترمة وربنا يوفقك بإذن الله. يا أستاذة نهواند ونورتونا وشرفتونا. الإعاقة هي عدم إيماننا بقدراتنا وانعدام الإرادة. طول ما احنا عايشين الأمل موجود، والشخص الناجح هو اللي بيصر على حلمه رغم كل التحديات اللي بيواجهها. فالأمل حياة.